السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين، نحييكم في هالحلقة الجديدة من برنامج رمضان مبارك. حياك الله يا أبو مبارك. الله يحييك. اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. مواضيعنا الليلة متنوعة، والنشاطات الرمضانية في قطر كثيرة، الكل يحتفل والكل يقوم بأعمال الخير والكل يؤدي واجباته الدينية والاجتماعية في هالشهر الفضيل. وبنواصل خلال حلقتنا اليوم تغطية فعاليات ليلة القرنقعوه اللي قمنا أمس بنقل مباشر لأحداثها من سوق واقف، تابعونا. وراح نكون مع حديث مطول مع الشيخ يوسف عشير عن موضوع صيام الأطفال. نعم، ولكن البداية بتكون من السوق التراثي، سوق واقف ومع فعاليات لا تتوقف من داخل هذا السوق. نشوف الحين حركة الناس اللي يجون سوق واقف يزورون هالأماكن اللي تعج بالحياة وخاصة بعد وجبة الأفطار. طبعا أبو مبارك أنت تشوف ما شاء الله زحمة الناس وحركة الناس في السوق هالحزة. والله أبو سلمين اللهم صل على النبي، من هالرمضان علينا اللهم صل على النبي، وافتتح في سوق واقف سوق الذهب، وبعد ما شاء الله شفنا الفعاليات اللي تصير أمس، فعاليات سوق القرقعان، والحين نعم. ليلة القرقعوه، واليوم عندك بعد افتتاح مركز الفنون التشكيلية، هاي ما شاء الله. منذ قليل مشاهدينا الكرام تم افتتاح مركز سوق واقف للفنون في احتفال طبعا كبير أقيم في سوق واقف، وافتتح السوق افتتح مركز الفنون وزير الثقافة للفنون والتراث الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وتضمن معرضا فنيا يشارك فيه 20 فنانا وفنانة من قطر. ويتوقع أن يساهم المركز في دعم الحركة الفنية القطرية، كما سيولي اهتماما خاصا بالفن التشكيلي والخط العربي وفن النحت، على أن تنظم فيه ورش ودورات تدريبية في هذه المجالات. وراح يلبي المركز حاجة الفنانين والهواة إلى التواصل مع المجتمع من خلال إقامته في سوق واقف التراثي والحيوي. طبعاً وأيضاً يضم هذا الصرح الثقافي مكتبة تحتوي على الآلاف الكتب والمراجع الفنية والثقافية الهامة اللي تلبي حاجة الباحثين في مجال الفن. يا أبو سلمي، طبعا احنا نشوف هذه اللحظات، نشوفها هذه لحظه افتتاح المركز، مركز الفنون اللي افتتحه وزير الثقافه. هذا طبعا تقريبا من ربع ساعه كان هذا الافتتاح، ما شاء الله. هذه الافتتاح من ربع ساعه اليوم يا ابو سلمين، واحنا الحين طالع المركز، هذه والله معلم من معالم سوق واقف، واحنا ما شاء الله سوق واقف هاي مفخره لنا وحق هالقطر كلهم يا ناصر. كل يوم ما شاء الله نشوف إبداع في هالمكان صراحة، هاي سوقنا شرف لنا، وتشوف اللي موجودين اللي جايين حق السوق وجايين في نفس الوقت الافتتاح. نعم أبو مبارك، وهذا أكيد راح يدعم الحركة الفنية والأدبية والثقافية في الدولة بشكل مستمر، وراح يدعم الفنانين والفنانات القطريين المتميزين، وراح يكون أيضا يعني كذلك مركز لزيارة الفنانين سواء من الخليج أو من العرب أو من دول العالم بشكل أجمع، بحيث أنهم يزورون هذا المركز. صحيح يا ناصر، وهذا راح يكون رافد من روافد يعني ما شاء الله في الدولة، وراح يكون مركز إبداع، ومثل ما شفت ما شاء الله كل الفنانين القطريين خذوا فرصتهم في هالمجال، وما شاء الله أي واحد مبدع راح يلقى فرصته سواء في هذه المتحف وفي هذه شو اسمه المهمه او في مهمات ثانيه ان شاء الله. نعم، ايضا مشاهدينا نذكر بان هذا الافتتاح قام به سعاده الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافه والفنون والتراث، وكذلك مشاهدينا الكرام ايضا كان قبل ربع ساعه، حتى ما نكون اكثر صدق، كان قبل ربع ساعه مبارك تقريبا الافتتاح. اي الافتتاح نعم. وكذلك معنا حمد العيده، راح يكون معنا ان شاء الله خلال ما شاء الله خلال يعني دقائق، بس ننتظر حمد يجهز.
يعني راح ننتظر مشاهدينا حمد يجهز ويكون يتواصل معنا ان شاء الله من المركز اللي يقيم فيه الافتتاح قبل ربع ساعه. طبعا مشاهدينا الكرام البارحه ايضا فريق عمل رمضان مبارك تواجد في سوق واقف مثل ما تابعتم معنا بمناسبه القرنقعوه، حيث اكتظت ساحات السوق فكان الجميع على لقاء بسحر التقاليد وفرحه الاطفال. شوفوا معنا هذا التقرير. يا مكة يا المعمورة يوم السلاسل والدة يا نورة قرنقعوه قرنقعوه عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يا مكة يا معمورة يوم السلاسل والدة يا نورة. ليلة القرنقعو هي ليلة يعني تراثية، كانوا قبل الأجداد يحتفلون فيها والصغار كانوا دائما يفرحون فيها، يلفون من فريج لفريج. واحنا كإدارة السوق حاولنا ان حسنا احنا يعني نركز على هذه الفعالية اكثر واكثر. احنا صار لنا الحين تقريبا يمكن 5 سنوات احتفل بهذه الفعالية، بس لكن هالسنة هذه احنا حاولنا ان يعني ندعي الجهات الحكومية لمشاركة معنا في هذه الفعالية. طبعا هذا الحدث في سوق واقف يعتبر رمز قوي جدا، يعني لان هذا يعتبر بروح بحد ذاته يعني تراث، فاهتمام سوق واقف لهذه الليله تعتبر طبعا شيء كبير بالنسبه لهذه الليله. ابي حلاوه يعني مثل اشياء تراثيه، يعني هو اشياء تراثيه، يعني مثل اشياء تراث مثل اللي يلبسون البخنك تراثي، الدراعه، القلابيه، البطوله، العبايه، يعني اشياء تراثيه. سوق واقف لعبنا وقاعد نغني وقاعد نقرقع وعطونا حلويات، لبسنا ملابس قديمة وأكلنا حلويات وغنينا. قرنقعو حلو كتير في سوق واقف. الصغار شلون ابو مبارك فرحانين بالقرنقعو في سوق واقف؟ ايش تسوى فرحتهم هذه؟ تسوى الدنيا وما فيها. انت اذا شفت الابتسامه في وجه اطفالنا وعيالنا هذه بروحها الحمد لله تكفي، تكفى وكفايه يعني. وبعدين نعم. لا تنسى ان هذه ما عودنا عليه سوق واقف. نعم، ومثل ما ذكرنا قبل شوي تتواصل فعاليات سوق واقف، تم افتتاح مركز سوق واقف للفنون، كذلك قبل فترة تم افتتاح سوق الذهب، وكذلك أمس يعني كان الاحتفال بالقرنقعو كنا متواصلين معكم، وقبل ربع ساعة تقريبا أو 20 دقيقة افتتح وزير الثقافة والفنون والتراث الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري معرضا فنيا يشارك فيه 20 فنانا وفنانة. طبعا هذا المعرض اللي هو مركز الفنون اللي أقيم أو افتتح، يعني كان موجود في داخل المركز هذا معرض لعشرين فنان وفنانة قطريين، ويتوقع أن يعني هذا المركز يساهم في دعم الحركة الفنية القطرية، كما سيول اهتماما خاصا بالفن التشكيلي والخط العربي وفن النحت، على أن تنظم فيه ورش ودورات تدريبية في هذه المجالات، وراح يلبي المركز حاجة الفنانين والهواة إلى التواصل مع المجتمع من خلال إقامة في سوق واقف التراثي والحيوي. وأيضا يضم هذا الصرح الثقافي مكتبة تحتوي على آلاف الكتب والمراجع الفنية والثقافية الهامة اللي تلبي حاجة الباحثين في مجال الفن. يا ناصر. نعم أبو مبارك، مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام هذه الصور التقطت من سوق الآن هذه صورة، احنا طبعا نشوف سوق واقف بشكل مباشر، هذه صورة خارجية السوق واقف وفي حركة الناس في هذه اللحظة بالذات، أن بعد الإفطار تكثر فيه الحركة، اللي سواء اللي
يعني يكونون رواد لهذه المطاعم الموجودة أو رواد المحلات اللي فيه أو اللي يجهزون للعيد الفطر المبارك إن شاء الله. عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية. آمين إن شاء الله. ما لاحظت ناصر أن من هل رمضان علينا افتتحوا سوق الذهب وأمس الحفلة مالت القرقعان، ما شاء الله شلون العالم كانوا هالقطار، سواء من مقيمين من مواطنين موجودين فرحانين محتفلين بهاي. هذا ما عودنا عليه سوق واقف. واليوم ما شاء الله عندك مركز الفنون من قبل ربع ساعة مفتتحينه، فسوق واقف ما شاء الله كل مرة ويعطينا درة من درر سوق واقف. ايش رايك؟ نعم، عودنا سوق واقف دائما على الافتتاح سواء سوق الذهب او مركز الفنون او احتفالات سواء بالقرنقعو او الاحتفالات الاسبوعيه. مشاهدينا الحين راح ننتقل لموفدنا حمد العيده من المركز اللي تم افتتاحه، مركز الفنون الجديد. حمد مساك الله بالخير. يا مرحبا، مساكم الله بالخير يا ناصر وناصر، وحياكم الله وحيا الله مشاهدين برنامج رمضان المبارك. احنا الحين في مركز سوق واقف للفنون، افتتح قبل شوي سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، ومعنا مدير السوق راح يحدثنا عن المركز وعن الأشياء اللي يحتويها مركز سوق واقف الفنون. مساك الله بخير يا محمد. مساك الله بالعافية، مرحبا. مبروكين على افتتاح المركز، وياليت تحدثنا عن المركز. الله يبارك فيك. طبعا احنا دائما اول شيء نقدم الشكر لقناة ريان لها دائما على التغطية الإعلامية هذه. طبعا المكتب الهندسي كانت له رؤية كبيرة بالاهتمام بالفنانين القطريين، والحمد لله احنا قررنا عمل مركز خاص للفنانين. طبعا هذا المركز يحتوي على معارض وعلى ايضا على ورش للدورات التدريبية للكبار والصغار. المركز يحتوي على إيش؟ كم قاعة؟ كم مساحة المعرض المركز؟ طبعا احنا في عندنا قاعات مختلفة، مساحات مختلفة، فيها طبعا 7 قاعات، وفوق احنا عندنا طبعا هم طابقين. الطابق الاول يحتوي على المعارض لعرض اللوحات الفنية، والطابق الثاني يحتوي على ورشات العمل الخاصة بالخط العربي وبالسيراميك وبالنحت. نعم، على طاري المعارض معنا مشاهدينا الكرام الاخت ناديه المضيحكي مديره مركز سوق واقف للفنون. مساء الله بالخير ومبروك على افتتاح المركز اللي يعتبر رافد مهم جدا للثقافه وللفنون. يا ليت تحدثنا عن المركز وايش اللي يحتوي عليه من الجانب الفني. اهلا وسهلا فيكم، يشرفني حضوركم بافتتاح المركز. طبعا يوم توجين مشرفينا في افتتاح معرض فنانين قطريين، وحوالي 21 فنان قطري مشارك، وكلها لوحات متنوعة من الواقعي لفن حديث لخزف لتصوير ضوئي. وان شاء الله يعني احنا في يعني استراتيجية المركز ان شاء الله نقيم لنا معارض شهرية لفنانين، يعني الفنانين متنوعين. المركز جدول المركز متى الافتتاح؟ متى يكون موجود؟ بالنسبة للمعارض متى راح تكون في معارض؟ هل هي على طول السنة ولا راح يكون فيه مثلا أوقات معينة لإقامة المعارض؟ طبعا بدعم من المكتب الهندسي الإدارة موجودة صباحا لتلقي الطلبات ولإدارة المركز، وفي ورش مساء اللي بيقيمون الورش فنانين متميزين. إقامة الورش احنا نسوي دائما الورش الشهرية بحيث أن تكون متنوعة للجنسين للبنين والبنات، ودائما نفضل فوق 13 سنة. ليش؟ على أساس أنه يكون فكر الفنان، يعني الفكر اللي فوق 13 سنة يقدر يمسك اللون يقدر يتحكم فيه وعنده فكرة عن الألوان. وإن شاء الله احنا بعد لنا خطط أن احنا نسوي ورش حق المدارس وورش حق ذوي الاحتياجات الخاصة، وطبعا توجيهات المكتب الهندسي بعد نفتح إن شاء الله حق دار الأيتام لهم شهر في السنة على أساس أن نعمل لهم ورش، طبعا بالتعاون مع مدير الأسواق حسب النظم المتبعين هنا في المركز إن شاء الله. بالنسبة للمكتبة اللي موجودة في المركز، حدثينا عن المكتبة لو باختصار، وإحنا راح نوعد مشاهدينا راح يكون في تقرير كامل عن المركز، مركز سوق واقف للفنون، بس لو تحدثينا عن المكتبة.
طبعا المكتبة توها في ضوء التأسيس، لأن تونا احنا فاتحين مركز الواقف، ولما شرفنا وزير الثقافة تكلم مع محمد سالم رئيس الأسواق ومعاينة على أساس أنه يصير في التعاون بيننا وبين وزارة الثقافة في المطبوعات وفي الاستعانة منهم في مطبوعاتهم الثقافية، وإن شاء الله أن بعد قناة الريان تغطينا المرة الجاية عن المكتبة، تسوي لها حلقة كاملة مو بس يعني مرور الكرام. إن شاء الله إن شاء الله. أخت نادية المضيح حكي مدير سوق واقف للفنون، شكرا لتواجدك معنا في برنامج رمضان مبارك. نرجع معنا مدير السوق محمد، احنا نشوف الخزف، نشوف الفسيفساء، نشوف، حدثنا عن طريقة تصميم المركز. طبعا يعني هذا المركز يعني خاص حق الفن، فالديكورات هي كلها مستوحاة من الفن، فلما تدخل المكان هذا لازم انه يحيي لك انك داخل المكان، يعني يحيي لك بالفن وبالرسم وبالالوان جميعا. فالمركز يضم على الوان كثيرة يعني، فهي كلها مستوحاة من الالواح اللوحات الفنية الموجودة. طبعا اتمتع انه يكون الديكور كانه فارسي او تركي او عثماني، يعني هو مختلف، لان تعرف الفن يعني مش محصور في بلد معين، في جميع البلدان، فحاولنا احنا نخلط بين الشرقي وبين الفارسي وبين الدول كلها يعني. نعم، انتم خلطتوا سويتوا روح للفن على اساس اي فنان يدش يعيش هالروحانيه وهو داخل. نعم اكيد اكيد، بس لكن طبعا الشيء اللي مبين هو اكثر هو الاقواس القطريه اللي تعكس روح المكان. نعم. محمد سالم مدير سوق واقف، شكرا لتواجدك معنا وشكرا على هذه المعلومات. الله يحييك، يا مرحبا فيك. شكرا، حياك ناصر. وناصر، هذه المعلومات اللي عندنا اللي اخذناها من محمد السالم مدير سوق واقف، ومن الاخت ناديه المضيحكي مدير سوق واقف للفنون. هذه المعلومات عندنا، راح نوفيكم ان شاء الله بتقرير كامل باذن الله تعالى ومفصل عن جميع اقسام المركز، عن اللي يحويها المركز، عن الديكور، عن الاضاءه، عن كل شيء، حتى جدول عمل المركز ان شاء الله، على اساس الفنانين يقدرون يشاركون من خلال هذا المركز. هذا اللي عندنا وشكرا لكم. مشكور يا حمد العيد، موفد قناه الريان في من سوق واقف، من افتتاح مركز الفنون اللي افتتح قبل ربع ساعه، وقام بافتتاحه سعاده الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير التراث والفنون، وزير التراث القطري والثقافه. حياك بيض الله وجهك يا ابو سالم، والتقرير مو بغريب عليك، ما شاء الله عليك دائما مبدع. طبعا مشاهدينا الان نشوف سوق واقف اللي تم افتتاح مركز الفنون فيه قبل شوي. طبعا هذا السوق من تصوير من الاعلى، وفيه الناس ما شاء الله مكتظ بالزوار، وطبعا يعني من بعد الفطور مباشره تبتدي ما شاء الله يا ابو سالم. هذا الشيء مش غريب، وبعدين خاصه الحين بعد الفطور، بعد عقب التراويح اقصد ان شاء الله بيزيد، وما شاء الله بتشوف الجمهور، بتشوف هالقطر، هل المكان هذه اللهم صل على النبي ما يخلونه، ودائما وبعدين عندك اللهم صل على النبي الحين من النص وطالع كلن بيتقضى حق العيد، بتشوف السوق اللهم صل على النبي، وخاصة الفعاليات اللي تصير في سوق واقف. نعم. ما شاء الله كل يوم يفاجئونا بمعلم من المعالم. كذلك هنا وجود المراوح واللي فيها ماء ورذاذ الماء. يعني الحمد لله ما في خوف على الحر يا أبو سالم. كنا معاكم مشاهدينا بنقل مباشر لافتتاح سوق واقف للفنون. هذا المركز اللي يتوقع أن يكون صرح لمختلف الفنون والفنانين، واللي إن شاء الله يقيم ضمن نقطة جغرافية استراتيجية تراثية، هي سوق واقف وفي قلب مدينة الدوحة قطر. نعم، للسنة الثانية على التوالي احتفل الحي الثقافي في كتارة بليلة القرنقعو التراثية، الآلاف من العائلات والأطفال توافدوا على مختلف الأنشطة والفعاليات. للمزيد خلونا نشوف هذا التقرير. ثاني مرة ننظم فعالية القرنقعو في كتارة،
سوينا تجهيز وايد حلو، عباره عن 20 بيت، 10 بيوت على اليمين و10 بيوت على اليسار، سميناهم فريج البدء وفريج الجسره، حيث ان كل بيت يكون فيه رجال ومراه زين يوزعون الهدايا والقرنقال. نحتفل بالقرنقال في البيت كشكل كل حين نحتفل الحين يأتونا ناس ثانيين يأخذون من القرنقعوه يقرقعوه قرنقعوه قرقعوه أعطونا الله يعطيكم. أحتفل بالقرنقعوه يعني نجهز حب ونروح أماكن مثل كتارة حديقة دحل الحمام أو أماكن أخرى. في البيت يعني أن نستقبل الناس ضيوف يجونا ونجهز الحب والحلويات. الحمد لله جايين مع عمي عشان نستانس في كتارة أعطيهم العافية. استانسنا الحمد لله، تجمعنا كلبونا يعطونا هدايا يعطونا حق القرقعان. أطفالنا يقولون عطونا من مال الله سلم لكم عبد الله، وأنا أقول يا ناصر عطونا من مال الله سلم لكم ناصر إن شاء الله. الله شفت فرحتهم شوائك؟ والله شيء جميل صراحة، ونشكر بدورنا صراحة كتارة على يعني الشيء اللي أقاموه أمس صراحة، بيض الله وجههم وجهك إن شاء الله. حان وقت مسابقة وتعليمات ناصح للمرور، نشوف إيش عنده اليوم وراجعين لكم. أخي السائق، لقد ارتكبت مخالفة مرورية. عزيزي المشاهد، ما هي المخالفة التي ارتكبها السائق؟ هل هي سياقة الآليات أو المعدات على الطريق الغير مخصصة للسير على الطريق؟ عدم السير خلف المركبات المخصصة للطوارئ وترك مسافة لا تقل عن 50 مترا عنها؟ عدم التقيد بضوابط مسارات نهر الطريق؟ أرسل لرقم المخالفة الصحيحة لتربح 3000 ريال قطري على الرقم 92129، مع تحيات إدارة المرور وبالتعاون مع قناة الريان. عرفت الحل يا أبو مبارك ولا ما عرفته؟ لا، أنت مثل ما عودتني أبو سلمين ما شاء الله عليك تعرف في الأمور المرورية والقانون، شو تقول؟ لا أنا أشوف إذا في شيء غريب يمكن يكون هو حل. على العموم مشاهدينا تابعوا هالمسابقة ذي، وما شاء الله فيها كل مرة فيها جائزة وفيها 3000 على كل إجابة صحيحة. بعد الفاصل تابعوا معانا موضوع صيام الأطفال مع الشيخ يوسف عشير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من برنامجكم رمضان مبارك. نظم صندوق الزكاة خيمة إفطار بمناسبة الشهر الفضيل تتوفر فيها شروط السلامة والأمن. نتابع معا هذا التقرير.
قبيل ساعات من أذان المغرب يجتمع المئات من العمال بخيمة صندوق الزكاة في انتظار موعد الإفطار. خيمة صندوق الزكاة اتخذت في شأنها كافة معايير الأمن والسلامة لضمان راحة وسلامة مرتاديها، إذ يتم تكييفها لتكون باردة وجاهزة لاستقبال الصائمين. هذا ويركز مشرف خيمة صندوق الزكاة على سلامة الطعام المقدم ومباشرته من مراحل صنعه إلى وصوله عن طريق لجنة مختصة في هذا الشأن. الصائمون بدورهم يثنون على الجهود المبذولة في سبيل راحتهم ويؤكدون على أنها في مستوى تطلعاتهم. طبعا مبارك شفنا يعني هذا الخيمة، ونشكر جدا جدا من قام على مثل هذا الفعل، وهالقطر كثير اللي عاملين خيمات رمضانية، ونتمنى يعني نتمنى ان الله يكتب لهم هذا الاجر باذن الله ان شاء الله. امين ان شاء الله. فعلا مثل ما قلت ناصر، اللهم صل على النبي السنة بعد، اللهم صل على النبي، في كل مكان موجودة خيمة حق هالفعاليات وفطور الصائم. نعم مبارك عندنا صيام الاطفال، ما في شك. طبعا احنا حين موجود ويانا الشيخ يوسف عشير، الله يمسيك بالخير شيخ يوسف، والحمد لله انك صدقت مثل ما وعدتنا قبل انك تجينا ان شاء الله، وهذه جيتك، لكن احنا بعد محتاجين حق انك ما تقطعنا وتكون ويانا كل مره ان شاء الله. شلونك؟ الله يطول عمرك، حياك الله معنا. ودنا في البدايه نعرف كيف ندرب اطفالنا على الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. أول شيء أشكركم على استضافة مباركة وسالمين. قضية تعويد الأطفال على الصيام أو صيام الأطفال بشكل عام، قد يظن البعض أن هي أمر يعني نشاط من الوالدين حق هالأطفال حتى أنهم يعودونهم على أساس أنه إذا وصلوا سن التكليف أنهم يصومون، ويغفل البعض أن هذه قضية شرعية. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم افطنوا حق هالموضوع أن يعودون أولادهم على أساس أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم. حديث عند البخاري ومسلم، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم معشر الأنصار غداة عاشوراء أن من كان مفطرا فليتم، ومن كان صائما فليصم، فكنا نصوم أيام عاشوراء ونعود أولادنا على الصيام، فإذا جاء أحدهم يبكي يريد طعاما أو يسأل طعاما كنا نعطيه اللعبة من العهن أو من العهن اللي الصوف فيلعب بها حتى ينسى. فإذا قضية الصيام يعني قضية مطلوبة أن الواحد يعود عياله على الصيام. كيف تعود الأولاد على الصيام؟ الأعمار تفرق، بعض المتخصصين قسموها إلى 4 مراحل، بعضهم إلى 3. طيب كم العمر المفروض؟ إحنا نقول غالب المتخصصين يقول من أول ما يبدأ الولد سن أنه يعود على الصلاة يعود على الصيام، لكن لو قلنا مثلا من 7 إلى 10 سنين اللي هو مرحلة ما دون التكليف، اللي مرحلة مروا أولادكم للصلاة بـ7. زين احنا شلون نبدا نعوده؟ نخلي يصوم لان رغبه في الصيام، انه اذا صمت اسلوب مع الاطفال، ترى اذا صمت نحبك، ولا الله سبحانه وتعالى ترى بيحبك، ولا ترى بيرضى عليك بيديك الجنه، من هالكلام. اذا للطفل سبحان الله، الطفل على الفطره، او مبارك هو بسني، الطفل على الفطره. الله سبحانه وتعالى يقول: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يعني الطفل لما يولد يولد على الفطره على الاسلام، فإذا أنت تذكره بالأصل اللي هو كان فيه بالجنة بالله سبحانه وتعالى، ترى قلبه يحن، ترى الله يحبك، ترى إذا صمت الله يحبك. أول سنة مثلاً 7 إلى 8 يصوم يعني ساعة في اليوم، ساعة ونص، السنة اللي بعدها ساعتين، السنة يعني بعدها يعني هذه مرحلة أولى، يعني تدرج معه. يعني الشيخ إحنا نعودهم من 7 إلى 8، نقول من 7 إلى 10 هذه ما فيها يعني أمر شديد، هذه نخليها لهم ترغيب بس، ترى الله بيحبك، ترى نشجعهم. ما شاء الله. المرحلة الثانية من 10، بعضهم يقول من 10 إلى 13 سنة، يقول لك هالمرحلة الولد يبدأ يخير فيها إنه شوف تحين جدك ريال، أنت ترى جدك مرة، جدك بنت صالحة، نحبك كذا، تصوم أنت بالخيار، يا تصومين وقت ما أنت في المدرسة وإذا رجعتي تفطرين، يا تفطرين المدرسة ومن ترجعين البيت خلاص تيودين. هذه مرحلة ثانية، وفعلا نص يوم مثل ما كانوا شيباننا يسوون، يخلونا نصوم لين الظهر. بالضبط، احنا كنا نصوم، لا احنا كنا في المدرسة ان يخلونا نصوم على اساس ان
اللي حولنا حتى من اللي أكبر منا ما غيرون. أنا قبل المدرسة إحنا ما نعرف إلا الهواش، إحنا المدارس يعني مو مثل أول، فإذا شافك إذا أنت تأكل قدامه أو شيء وبعضهم يأثر عليه فكانوا يمنعوننا، بس إذا جيتوا البيت خلاص أنتوا صمتون كافئكم لكم تفطرون الظهر. بعدين يقال لما من مرحلة 13 إلى 15 اللي هو غالب سن التكليف أو سن البلوغ، هنا يصوم أغلب اليوم. بس دكتور قبل ما نروح للسن من 13 إلى 15، بالنسبة للأطفال اللي ما زالوا يعني أعمارهم أقل من هذا العمر وعندهم الاستطاعة أنهم يصومون، إيش رأيك؟ إحنا نقول اللي عند اللي الطفل الحين عندنا بعض عيالنا أبو سالمين، بعض إخواني الصغار ولا عيال عمي ولا كذا، أكله قليل يعني حتى من كثر قعدته في البيت على البلاي ستيشن على الكمبيوتر، تعال كل ما اشتهي، تعال ما أبغي، تعال. فهاي أصلاً أمره بالصيام أسهل إنك تقول له قم صل، يعني في بعضهم حالة يصير عليه أسهل إنه يصوم. إحنا نقول له إذا قدر وإحنا نعرف من حاله إنه يصوم ننصحه بالصيام، لكن ما نحمله غصب على الصيام، خصوصاً المراحل الصغيرة اللي من 7 إلى 10. في بعض الأهالي الحين يتحدون يتنافسون، أنا أذكر في هالعمر كنت نافس مع عيال عمي مين اللي يصوم اليوم كله. إيه هذا اللي أنا بقوله. إيه صحيح. يعني انتهت مرحلة التشجيع بدأت مرحلة التحدي. إيه بالضبط. فنحن نقول له هني يبدأ من مرحلة غالبا من 10 سنين 13 سنة أو قبلها حتى 9 سنين يبدأ ينافس عيال عمه عيال خاله أخوانه اللي أكبر منه على إنه ما يقطع صيامه مهما كان مهما تعب مهما كذا. لما يوصل حق سن التكليف اللي عمره 15 سنة هنا يبدأ يذكر بقضية أن أنت مو بس ترى صيامك مو بس إنك توقف أكل وشرب. هنا من 13 وطالع. من إحنا نقول خلاص من مين دخل مرحلة سن التكليف اللي هم 15، من 13 إلى 15 يبدأ يلزم إنه يصوم أغلب اليوم وما يعود إنه أنت ما تفطر مهما كان حتى لو ما بلغ. إنه خلاص يعني يبدأ هو دخل في مرحلة إنه يكون يتعود على الصبر. نعم يتعود على الصبر. لما يوصل حق سن التكليف اللي هو غالبا يكون 15 أو دونها، طبعا إحنا نقول 15 تجوزا ولا في ناس تدخل سن التكليف من قبل. فيقول هذا اللي يوصل عمره 15 سنة يبدأ يذكر بأن صيامكم بس صيام جوع وعطش، لا صيام شهوة، صيام عن النظر المحرم، صيام يبدأ يفهم لأنه خلاص صار مكلف. إذا ما زرعت فيها الأمور من أول سنة التكليف اللي هو نقول آخر سن خلينا نسميها الطفولة، آخر سنها بداية سن التكليف يصبح هذا رجل، خلاص يبدأ يعلم أن أنت تصوم لله سبحانه وتعالى، تصوم عن الشهوة، تصوم عن النظر المحرم، تصوم عن كل شيء حتى الأكل والشرب حتى المسبب في الطريق. طيب احنا مثل ما ذكرت انت ان احنا نعودهم بان الصيام مش من الاكل، اذا ايش الاليه وايش الطريقه اللي احنا نعودهم على الصيام من الشهوات الثانيه، او ايش الطريقه الامثل ان احنا نعلمهم على هذا الطريقه في قضيتين، حيث انها يعني مش انه فقط مس من الاكل والشرب. قضيتين، القضيه الاولى يعني هي مسارين، المسار الاول مسار اقتداء، شنو ولي الامر او شنو الاخو الكبير او شنو المسؤول عن العيله الطفل بيكون مثله. القدوة. القدوة بالضبط. يعني أنت وش محل الاقتداء في البيت؟ أنت يا الأم لما تقولين حق عيالك ولا بناتك لا تطالعون التلفزيون وقول قرآن أحسن لكم، وأنت أول من يقعد قدام التلفزيون الناس عيالك ما راح يسمعون الكلام. طيب. وأنت يا الأبو نفس الشيء لما تقول حق عيالك يقرأوا قرآن ولا قروا ورتكم ولا كذا كذا وأنت ما تقرأ ما راح يقرأ. يعني أنا أعرف ناس يعني صغار يشتكون بعض ولي أمورهم إن والله مثلاً العيال ما يصلون في المسجد مثلاً. فأقول له أنت تصلي؟ يقول لا. أقول له شلون تطلب من عيالك أنهم يصلون قدامهم ما تروح تصلي؟ فإذا طيب شو الواجب عليهم أولياء الأمور؟ أولياء الأمور أن يكونون محل قدوة، أي شيء تأمر بعيالك لازم تكون أنت أول من يسويه. المسار الثاني زرع المراقبة في نفس المكلف، الطفل اللي إذا دخل مرحلة التكليف أصبح مو بطفل خلاص أصبح رجل، لازم تزرع فيه حتى من قبل أن ترى أنت في رب فوقك يشوفك ويسمع كلامك ويعلم من اللي في خاطرك ويحصي أعمالك. إذا الشاب أو الطفل تعود على هالمبدأ حتى من قبل التكليف خلاص يصبح عنده تصبح عنده قضية يسمونها المربين الرقابة الذاتية، ما يحتاج تتابعه ما يحتاج تسأل عنه، خلاص هو بنفسه يصلي وبنفسه اللي جاء وقت الصلاة توضى وصلى، اللي دخل وقت الصيام أمسك عن الأكل والشرب، اللي جاء قدام التلفزيون ما أكل، هو من نفسه من غير ما تحتاج أن أنت تمشي وراه لتتابعه. زي شيخ يوسف احنا نبي الامور اللي ترتب على الوالدين علشان يعودون عيالهم على الصيام، شنو المفروض الوالدين شو اللي يسوونه؟ احنا نقول مثل احنا ذكرنا خطوات في كل مرحله، لكن احنا نقول حق كل مرحله عمريه لها يعني حكم معين. اول شيء تبدا معاه بالترغيب من غير الترهيب،
يعني من غير ما تخوفه. بالنسبة حق الوالدين. بالنسبة أنا أتكلم عن الوالدين، الوالدين شلون يسوون مع أولياء أمور؟ يعني رقمه مش بالقوة. مش بالقوة. مش بالقوة، لأنه هو أصلاً مش مكلف. هو لين يبلغ هو مش مكلف. فإذا إذا كان الشرع ما يأمر أمر، فشلون أنت تأمره؟ هاي خصوصاً إذا كانت مراحل صغيرة. الحمد لله. يسر. يسر. نعم. ما بعسر. نعم. فإحنا نقول تحببه. بعدين لما يدخل المرحلة الثانية نقول تحببه وترهبه. ترى إذا ما صمت عليك عقوبة كذا، إذا كذا. المرحلة الثالثة اللي هي قبل التكليف بسنة أو سنتين، اللي هي مرحلة 13-15، لا هني تبدأ تقول له ترى لازم تصوم، وإذا ما صمت ترى أنا أزعل منك ولا أكلمك ولا تهيني ولا تقعد حذائي ولا أشوفك. يعني تبدأ معاه في مرحلة الترهيب أكثر. لما يدخل مرحلة التكليف لازم يفهم أن الحين أنا ما لي علاقة فيك، أعمالك عليك، يعني تركك حق هالموضوع اثمك عليك واقدامك عليه لك اجر. طيب هذه من ناحيه اولياء الامور، ولكن من ناحيه المدرسه، لان المدرسه الطفل تعرف الطفل احيانا يجلس فيها فتره طويله، ويعني ايش اللي واجب على المدرسين وعلى اداره المدرسه بشكل عام في مثل هذه الامور؟ احنا نقول المدرسين يا ابو سالمين اولياء امور. نعم. يعني دورهم دور اولياء الامور، لكن اداره المدرسه شنو تجعل جدول في رمضان حق هؤلاء الطلبة اللي إن ينسونهم، خصوصاً الصغار ينسونهم قضية اليوع، ينسونهم قضية كذا، يشغلونهم مثل ما كان حين نقول فعل الصحابة هم قياس. الصحابة كانوا يشغلون عيالهم باللعب. أنت حين هاي ياهل المدرسة مثلاً، إحنا حين لين ما أدري كم سنة قدامنا الله أحيانا رمضان ما بداخل علينا إلا في صيف في إجازة، لكن نقول إن قدر الله مثلاً وعشنا إلى أيام قادمة وأدركنا أن رمضان دخل علينا في وقت مدرسة، نقول ليش أنتوا يا مثلاً يا مدرسة ليش ما ترغبون هالأطفال في وقت الفسحة مثلاً يقعدون في المصلى، توفرون لهم مصاحف في كل مكان، تشغلون القرآن في أوقات الفراغ في المدرسة، أن الطالب يتذكر أنه هو يعيش جو رمضان، ينسى قضية أنه طول اليوم وطول النهار والنيانة بأشياء تعبدية. يجيبون لهم مثلاً واحد من الشباب يقع عليهم كلمة في الفسحة ولا في وقت الصلاة ولا أياً كان، يسوون لهم برامج ينسونهم قضية، بالإضافة طبعا إلى أدوارهم كأولياء أمور في الترغيب والترهيب. يلهونهم. يلهونهم بالضبط. نعم. كذلك ذكرت بأن يجيبون لهم يعني دعاء أو دعاء. نعم. أو حد طبعا يعني هل قصدك أن مثلا ممكن مدرس الشرعية يقوم بهذا الدور مثلا؟ لأن مجرد أنا أشوف أنه يعني موضوع صيام، وهذا أنا أشوف مدرسين الشرعية يعني عارفين الأساسيات كاملة. نعم. إحنا نقول شيخ ناصر في مثل عربي قديم يقول زامرة الحي لا تطرب. زامرة الحي لا تطرب. نعم. وفي له يعني مثل دارج، لكن أنا ما بيقوله لأنه مو مناسب. نعم. للمقام. يعني دائما لما يكون النصيحة هي نشوف من حد عندك، من حد عندك ما يكون إيه ما يكون وقعها عليك، مثل لما حد غريب. نعم. يتكلم معك. أحيانا يكون مدرس شرعية لا تأثير، مدرس حتى غير مدرس شرعية، يكون واحد مدرس لغة عربية أو مدرس علوم أو فيزياء وكذا، يكون شاب طيب مستقيم وكذا وعندهم والطلبة يحبونه وينصحهم في أمور الدين. خل مدرس شرعية يتكلم، خل مدرس فيزياء يتكلم، تلاقي الناس تتسمع الطلبة يسمع مدرس فيزياء أكثر ما يسمع، لأن هاي في بالهم إن هذا رجل دين خلاص، هذه ما عنده شغل من الصبح لليل اللي يكلمنا عن الشرعية وعن الصلاة، لكن هاي الثاني تأثرون به أكثر. فإحنا نقول إذا كان في نماذج طيبة من المدرسين فليش لا، لكن إذا ما كان في حد عنده استطاعة أن يوصل رسالة، وترى الأطفال التعامل معهم من الدعاة حساس. صحيح. ما ينفع أنك تجيب واحد من كبار العلماء ينصح أطفال، لأن أسلوبه ومستواه العلمي أعلى منهم وايد، يعني ما راح يفهمون له. نعم. لازم يجيب الواحد يقدر ينزل حق مستواه. نعم. الداعية الإسلامي الشيخ يوسف أحمد عشير، نشكر لك حضورك معنا في برنامج رمضان مبارك، ونتمنى إن شاء الله أن يكون لنا لقاءات إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مبارك. الله يحييك يا شيخ بيك. مش عاد باقي معنا للمشاهدين؟ والله إن شاء الله إن شاء الله باقي نجود. الحين نروح له نروح حق نجود تبيسي ونشوف نصيحة الصيام اليوم إيش عندها نجود. نشكر نجود صراحة أبو مبارك ونقول لها هذه شكرا لازم تسوي لها كذي
حق نجود. نقول لها كذا يعني؟ أنت أحسن واحدة يا نجود، الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام خلكم معنا، راجعين لكم بعد فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا، تتواصل فعاليات الحملة الميدانية للتبرع بالدم اللي تنظمها مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية. تفاصيل هالحملة نتابعها من خلال هالتقرير. تتواصل فعاليات الحملة الميدانية للتبرع الطوعي بالدم والتي تنظمها مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، حيث انطلقت الحملة في 2 رمضان وتستمر حتى أيام عيد الفطر المبارك. يشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء التي تنظمها مؤسسة حمد الطبية. تابعتوا معنا هذا التقرير عن هذه الحملة، وللحديث عن الحملة معنا سيدة صديقة المحمودي منسقة شؤون المتبرعين بمؤسسة حمد الطبية. سيدة صديقة مساء الخير. أهلا، مساء النور. احنا بغينا تكلمينا في البداية عن هذه الحملة ومثل هذه المبادرات في شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شهر رمضان المبارك ولياليه يتميز بخصوصيته وروحانيته، ولا سيما طبعا بعد صلاة التراويح هناك العديد من الفعاليات الاجتماعية وثقافية ودينية تنظمها كافة المؤسسات المختلفة في الدولة، طبعا بهدف إثراء الجانب الإيماني والروحاني. فتجمع أعداد كبيرة من المشاركين فيها والجمهور، هذا يساعد طبعا خاصة بالنسبة لمركز تبرع بالدم على استقطاب متبرعين متطوعين. فكاحنا في مركز تبرع بالدم دائما نركز الأماكن اللي فيها كثافة جماهيرية أكثر فيها على أساس استقطاب متبرعين بالدم. فالإثراء مخزون بق الدم، فاحنا عادة ننظم برنامج خاص في شهر رمضان لنركز على أكثر من موقع. فمهمتنا ما تنحصر في استقبال المتبرعين بل نتوجه إلى أماكن تواجدهم. طبعا هذا العام بادرت مؤسسة الفيصل بحدود الأعمال الخيرية بتوجيهات من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس مجلس الإدارة باستضافة الفعاليات الرئيسية للتبرع الطوعي. فلله الحمد طبعا ما يعني نشكرهم ونشيد بدورهم الوطني انهم تم اعطونا مكان مناسب ومكان حيوي في استقبال المتبرعين في الدور الاول في المركز، ونعمل على استقبال جميع المتبرعين من خلال هذا مركز رئيسي بالنسبه لنا، ويتم سحب الدم بعد الافطار حتى منتصف الليل، بالاضافه طبعا مركز التبرع بالدم اللي هو بجنب مجلس الشورى. الله يعطيك العافية أخت صديقة. إحنا بغينا نسألك عن كيف كانت أصداء الحملة وشون تفاعل الناس معاها؟ بالنسبة لأصداء الحملة الصراحة بالنسبة للأسبوع الأول شهد إقبال كبير من المواطنين والمقيمين، وهذا دل على أساس الوعي الثقافي الحضاري المجتمع القطري وروح المبادرة الإنسانية الموجودة لدى المقيمين والمواطنين. فهذا ساعد على إنجاح الحملة، وطبعا كان الحصيلة الأولى في الأسبوع الأول اللي حصلنا أكثر من 520 وحدة دموية سحبناها من كافة الفصائل. نعم أخت صديقة، ودنا في البداية نعرف عدد المتبرعين كم وصل وكيف يمكن توعية الناس بأهمية التبرع الطوعي يعني بالدم طوال العام. عدد الوحدات اللي سحبناها قلت لك هو 520 وحدة دموية،
بالنسبة طبعا توعيتهم كيف تكون؟ طبعا مركز التبرع بالدم يعمل على ابتكار وتفعيل مجموعة من الخطط وبرامج وأنشطة. نعم. يبدأ طبعا بالإعداد الإعلامي والتثقيفي، ثم البث الوعي المجتمعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، ورافقها عادة حملات ترويجية لثقافة التبرع بالدم. ونستخدم طبعا من خلال وسائل الإعلام المحلية، ولا سيما بعد إذاعة قطر بالناطقة بالعربية، وبالإضافة إلى الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والأردو. فطبعا نتوجه الشكر، لأن تدري أن وسائل الإعلام هو الدعم الرئيسي لمركز التبرع بالدم، ولولا هم يعني ما نوصل بس ثقافة التبرع الطوعي. فنشكرهم على جهودهم. طبعا في نفس الوقت احنا هناك في نحاول نطلع مثلا مواد ترويجيه ومطبوعات وتقديم برامج في اذاعيه وتلفزيونيه تركز على اهميه التبرع الطوعي بالدم، لان احنا حاليا في قطر نركز على التبرع الطوعي، فنوفر الدم لكل الحالات المرضى في المستشفيات. نعم. حتى بالنسبة للمرضى اللي كانوا في قبل كانوا الحالات اللي يسوونهم عمليات جراحية يطلب منهم إحضار متبرع، ولكن حاليا تم إلقاء هذا القانون. فأعتقد التبرع الطوعي عندنا وصل 100% هالسنة وغطى كافة العمليات. وطبعا مركز التبرع بالدم هو يعتبر المركز الرئيسي اللي يمول جميع المستشفيات في دولة قطر. فالمهمة طبعا أكثر، وإحنا مش معنى أن إحنا خلاص مكتفين بمئة، فطبعا لازم نزيد أعداد كثيرة من المتبرعين لكثرة المرافق والمستشفيات الجديدة اللي حاليا فتحت قطر. نعم، ونتمنى لكم التوفيق. السيدة صديقة المحمودي منسقة شؤون المتبرعين بمؤسسة حمد الطبية، الشكر لك، وكذلك الشكر موصول لمجموعة الفيصل القائمة بهذه المبادرة بالتعاون معكم، ونشكر لك ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق، ونتمنى الأجر لكل المتبرعين إن شاء الله. آمين. يعني ما شاء الله الحمد لله، تقول لك التبرعات وصلت 100% ناصر. التبرعات وصلت 100% والحمد لله، لكن حلو أن وصلنا في برنامج رمضان. احنا حين إن شاء الله وصلنا عند مشاهدين فقرة فطورنا عندكم، واليوم من ميلس سعيد بن حمد الأسود في منطقة المرخية، خلكم معانا المرخية الغربية. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. الليلة فطورنا في منطقة المرخية الغربية في مجلس سعيد بن حمد الأسود، مساكم الله بالخير الربع. مبارك عليكم الشهر جميع. الله يبارك فيك وطول عمرك. الله يرحم والديك. زارتنا البركة. الله يبارك فيك وطول عمرك. أخبارك يا أبو سعيد؟ الله نعم علينا ولا يبغي منا إلا أنا حمده ونشكر. رمضان الأول على أن الإمكانيات محدودة، وخاصة احنا في ذا في مرخية، الكلام هذا اذكر في اواخر الستينات كان لا في مكيفات، وفي ذا جانا رمضان وقت حر قعدنا في الغاف مجتمعنا، وصارت الترويح عندنا الحين في معظم المساجد 11 ركعة، وحن في عز الحر وصلي بنا حياة سالم محمد بن مسعود الله يغفر له 23 ركعة في براحة مجتمعين. وعلى أن الإمكانيات محدودة، لكن سبحان الله العظيم جو رمضان يختلف. صار الحين الخير متوفر، لكن التواصل مو مثل الأول. مع العلم الحين فيه عصر السرعة وعصر الاتصالات، لكن رمضان الأول له ميزة، حتى في عيد رمضان لعب وناسة وزيارات وفرحة. كان يا أخي إبراهيم اسم مرخية في الدولة، فيه مرخية ثنتين، اسم مرخية هو مشتق من شجر المرخ. كان المرخيات ومرخية دبدات
كان في اللي اواخر الستينات كانت غابه ما تقدر تدخل، غابات كلها مرخ، سموها طعمك المرخي، مرخيه الدرب، وهي بعد اسمها القديم مرخيه الدرب. وكان سائل البريد اللي كان ينتقل من الوجبه ومن الريان ومن كان طريقه مرور الى منطقه مرخيه، سمت مرخيه الدرب درب الساعي لانها على طريق الساعي، وكانت نقطه استراحه له ذيك الفتره، وبعده يواصل طريقه الى دول الخليج المجاوره. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلوا. أصبع عندك أصابع. عيالنا لازم نحن ندربهم على مجالس الشبان الكبار، هذه عاداتنا وهالقطر كله بيهم. نحن لازم عيالنا في المجالس أول شيء يتعلمون، والحمد لله حم في ساعة رخاء وساعة حمد الحمد لله، لكن عيالنا هم اللي يصبون علينا القهوة وهم اللي يخدموننا وهم والبركة فيهم إن شاء الله. نبغيهم طال عمرك اللي عندنا ناخذ مخذينا من شباننا نعطيهم هالعياد، واللي فيه بركة إن شاء الله بيوصل اللي صار منه كمدرسة ندرب فيهم إن شاء الله. ويا جزاك الله خير. والضبي لازم الضبي لها طريقة للصيد، لازم إنها وقام على الطير وحطه تحتك الصف طير إنه يبرس ولا رجع عليه لقد الشمس مايلة. الله فك له من شيء ما مات من الحصى. اي لا مات، لا الوقت بارد. أيه. بس إن الله فك له من الجوارح، الجوارح ولا شيء، ولا يحوي عليه جارح يشوف الطير ينسر من يحتك ولا شيء يحوي عليه. والصيد كان متوفر ذاك الوقت، كان الصيد متوفر جميع الصيد كله. لكن ما باي واحد اللي بيصيد لا انها بصره والناس معروفين اللي اسمه اللي عندهم معارفه في صيد الظبي، والظبي ما كله يصيد. الصف الاول انا درست في الريان، وعقبه انتقلنا الى مرخيه ونقلنا ملفنا الى روت راشد. في اي سنه؟ في اي سنه ذات هذه؟ في الستينات، في اوائل الستينات. في اوائل الستينات؟ اوائل الستينات. كان اختلاط يا سالم؟ جدا يعني. كلنا بنات وعيال في صف وكان واحد. وكانت السيارات السيارات بياك مغمره واحده، يعمل لها طرباض على البلي. تفضلوا يا الربع. الصلاة الصلاة يلا قوم الصلاة. الصلاة شفنا مشاهدينا الكرام فقرة فطورنا عندكم اللي كانت عند سعيد بن حمد الأسود في المرخية الغربية. نشكر لهم استقبالهم لقناة الريان، والشكر أيضا موصول لزميلنا إبراهيم النعيمي وفريق العمل اللي كانوا معه، وإن شاء الله إن احنا نقابله مبارك. شو عندنا نقابله؟ إن شاء الله مواضيعنا كل يوم مختلفة، وإن شاء الله مواضيع تفيد جماهيرنا كلهم إن شاء الله.
طيب إذا مشاهدينا تنتظرونا إن شاء الله بكرة على نفس الموعد، إلى أن نراكم إن شاء الله القابلة، في أمان الله، مع السلامة والله يحفظكم.